النهارده معانا رابع مطعم انتوا طلبتوه. النهارده التجربه سبوي. سبوي بيندرج تحت الاكل الصحي، او هو بيعلن عن نفسه ان هو اكل تيكاوي صحي. ده عن طريق ان هم ما بيستخدموش اي زيت في عمل السندوتشات دي، وفي نفس الوقت انت المتحكم الاساسي في الساندوتش، انت اللي بتختار ايه اللي تحطه على الساندوتش من اول العيش لحد المكونات. احنا جينا نعيش تجربه جوه سبوي ونقارن بين افضل خدمه بين انجلترا ومصر والامارات. بتوعي الاكل. هم Can I order please? Can I get 6 inch BMT or Italian bread? Thank you. Yes please. And can I also get a 6 inch steak and cheese? Same bread, yeah. BMT ده عشقي، أكتر ساندوتش بحبه. 2 6 inches brown bread, BMT and steak and cheese. Pepsi و كوكي. مشكلة البي ام تي ده انت ما ينفعش تاكله في محل سوبوي، مش حلال عشان السلامي بيبقى خنزير. احنا طبعا جينا هنا محل سوبوي حلال عشان نقدر ناخد البي ام تي. Can I get lettuce, cucumber, green pepper and jalapeno please and then mayonnaise. سوبوي كارد بيديك بوينتس على السندوتشات، فانت بعد كده تقدر تاخد سندوتشات ببلاش. طيب انا ما جبتش مشروب كوبايه عشان عندهم هنا شوجر تاكس، فانت بتدفع تاكس على الشوجر، فالماشين بتاعت البيبسي ما بتحطش بيبسي عادي، لازم دايت. فانا جبت بقى ايه، ازازه كده. الاكل تمام، ناكل بقى في العربيه. احكي لكم ليه احنا الاوردر حسابه كان 50 درهم، والراجل اداني واحده كوكي زياده، قال لي لو خدت الاوفر 2 كوكي مع البيبسي هيبقى ارخص لك من انت تاكل بيبسي وكوكيز واحده بس. طبعا السيرفيس هنا سريع جدا، مفيش اي مشكله حصلت. الحاجه الوحيده ان هم قالوا لي يعني ممنوع ان انا اصور الثلاجه اللي فيها الاكل علشان يعني مفيش بيرميشن بالكلام ده. طيب الحساب كان 8 جنيه و60 قرش. خليني اقول لكم ان هو كان ممكن يبقى ارخص لو انا خدت كوبايه مش ازازه. الكوبايه تقدر تملاها على قد ما انت عايز، وفي نفس الوقت تاخد اي مشروب انت عايزه، ولكن الازازه مشروبات محدده. بس انا طبعا عشان بحب البيبسي فجبت ازازه. زي ما قلت لكم الماشين ما فيهاش بيبسي عادي. الستاف صراحة كانوا متعاونين، ولما شافوا الكاميرا طبعا يعني لو فاهم انت لما بتشوف الكاميرا ايه، طب احنا ندي اكسترا اهتمام عشان الدنيا تطلع حلو، فما ضايقوش عليا الصراحه. ولما شافوني بصور فقالوا انت بتصور لي، قلت لهم بصور عشان اليوتيوب، فكانت الحياه حلوه يعني. This is for my YouTube channel. Yeah. الحساب جه 133 جنيه. عند كريم يتكلموا انجليزي فممكن يبقوا فاهمين قوي بيقول ايه، عند هادي برضو نفس الموضوع، فانا الوحيد فيهم اللي اخترت ان انا ايه اقعد في العربيه عشان اعرف اتكلم براحتي من غير ما اي حد يبقى فاهمني، ونبقى احنا كلنا كده مع بعضين. احنا جبنا اول واحد بي ام تي، اختصار بيجست ميتست تولست، اكبر حاجه واكتر حاجه فيها لحمه واطول حاجه. ففي الفوت لونج اللي هو الساندوتش بيبقى كامل، وفي 6 انش. 6 انش ده نص الفوت لونج، فبيديك نص، او لو انت طلبت ساندوتش كامل فوت لونج فبيبقى طول كده. هنبدا باول ساندوتش، هو ساندوتش البي ام تي. زي ما قلت لكم ما ينفعش تاكل بي ام تي في انجلترا غير لما يكون سوبوي حلال. السلامي ده غالبا بيبقى خنزير، فهنا بيبقى سلامي من البقره، وسلامي لكل بقره ضحت عشان ناكل اللحمه دي. طيب انا طلبت العيش عادي اللي هو الايطاليان الطبيعي بتاعهم خالص البيسك، ودايما انا بحب احط بقى التوبنجز بتاعتي، ودي حلاوه سوبوي ان انت كل واحد ليه حاجات هو بيحبها. فانا مثلا حطيت خس وخيار وبيبر اللي هو فلفل اخضر، بس هم عندهم كده فلفل الوان، وحطيت على الساندوتش ده بالذات هالوبينو اللي هو الفلفل الحراق، بحبه سبايسي شويه، وحطيت صوص المايونيز. يلا بينا. العيش على غير العاده، العيش بيشد شويه، بيشد معاك، على ان المفروض ان العيش ده بيبقى فريش، هما هنا دايما بيعملوه فريش، بس مش عارف حاسه بيشد. الساندوتش كله فريش، السلطه فريش، اللحمه يعني هو طبيعي اصلا اللحمه بتاعتهم هنا ما بتبقاش فريش قوي، بتبقى اصلا لحمه مجمده وتبقى قاعده في الثلاجه هنا، فاللحمه يعني الطبيعي بتاعها. ولكن اللي مخيب املي النهارده هو العيش. العيش بيشد، وده يعني مش متعود منهم على كده. ساندوتش البي ام تي ده ساندوتش يعتبر ساندوتش انا بحسه يعني ساندوتش فطار، تاكله على الفطار اللي هو السلامي واللانشون والحاجات دي، فطار ممكن تاخده في الغدا، بس هو بحسه فطار اكتر يعني. اعتقد الساندوتش ده المفضل عندي، لان انت نادرا هنا ما تلاقي مكان بيعمل سلامي حلال ولانشون حلال، فده عشان كده دايما افضل حاجه باكلها هنا في سابوي هو الساندوتش ده. الخضار جوه انا طلبت كل انواع الخضار، حاطط طماطم وخيار وخيار مخلل وبصل وفلفل وهالبينو وكل حاجه. العيش براون، وده طبعا علشان ضميري
لما باجي اكل في اي مكان بحاول اقلل الكالوريز على قد ما اقدر. جبت عيش براون على اساس ان هو هيلثي اكتر يعني، والبيبسي دايت. ما انا اكيد مش هجيب عيش براون بيبسي عادي، غير ان هو عيش براون هو فريش يعني، هو طري جدا، ملمسه طري ودافي لان احنا سخناه دلوقتي. السلطه هي اللي ساقعه والاكل سخن. تعالوا كده ايه نجرب ونشوف هل طعمه كمان فريش ولا ملمسه بس. ما اتكلم على ان هو فريش فمفيش اي كومنت، كل حاجه فريش، الخضار كله فريش، طعمه حلو جدا، الساندويتش فريش، البيكن والكلام ده يعني ما اعتقدش ان هو برده قديم، فالساندويتش كله فريش وخميط متجانس. الحاجه الوحيده اللي انا ما بحبهاش في سابوي ان السلطه بتبقى ساقعه قوي، فلما انا اسخن ساندويتش واعمل ساندويتش سخن والسلطه ساقعه جدا يعني، دي الحاجه الوحيده اللي بتضايقني بصراحه يعني. انا نفسي ان هم السلطه يحاولوا يخلوها يعني مش ساقعه بالدرجه دي. ما اعرفش هل هيقدروا يحافظوا على ان هي تفضل فريش طول اليوم ولا لا، بس هو ده الكومنت الوحيد اللي عندي بصراحه في الساندوتش. انا الصوص المفضل بالنسبه لي الهاني ماسترد على الاثنين، والسلطه نفسها هي هي على الاثنين. في انواع كتير قوي للعيش، العيش عندهم صحي جدا يعني، فانا الحاجه اللي اخترتها كانت اسمها هاني اوت، اوتس بقى عليه على العيش وبتاع. نجرب وندوق ونشوف. بسم الله. طب انا ما حسيتش باول طعم اول مره، خلينا ناخد قطمه كمان. المشكله بقى ايه؟ ان في سابوي لما بتحط الصوص اللي انت عايزه وكل السلطه اللي انت عايزها، فالطعم كله بيتضارب مع بعضه، ما بتقدرش تعرف هو طعمه لوحده عامل ازاي. بس بدات احسه. خليني ادوقه كده لوحده. بص، هو الطعم حلو، الساندوتش ساقع من جوه. ممكن انا كنت اطلب منهم ان هم يسخنوه اكتر، بس هم مثلا سخنوه 30 ثانيه، انا ممكن اطلب منهم تسخنوه دقيقه بس، يعني مش عارف بقى هي تبقى غلطتي ولا غلطتهم، بس هي المفروض كان يطلع سخن. هي ممكن السلطه تكون سقعته شويه بس برده مش للدرجه دي يعني، ان هو يطلع ساقع كده. بصوا العيش يعني بيفرفت، مش اكتر حاجه طازه، ولكن هو مش مضايقني يعني، تقريبا مور لس تقريبا زي بتاع بره يعني. انا شايف ان ده ساندوتش حلو قوي تفطر بيه بي ام تي، اكنك ايه عامل سندوتشات المدرسه ونازل بيها. ده اخره، هو مش وحش، هو طعمه مش وحش. نخش في الساندويتش الثاني وهو الستيك اند تشيز. انا اخترت برضو العيش نفس العيش اللي انا اخترته الاولاني اللي هو الايطاليان العادي بتاعهم، حطيت عليه ساوث ويست اللي هو صوص حراق شويه بس يعني مايونيز حراق شويه، وحطيت السلطه اللي انا بحبها اللي هي الخس والخيار والفلفل، بس ما حطيتش هالابين على ده لان اصلا الساوث ويست الصوص بيبقى حراق. فالساندويتش الثاني خدت السبايسي بتاعي من الهالوبين اللي هو الفلفل، المره دي خدته في الصوص اللي هو الساوث ويست. فخلينا نقول بسم الله ونديها. نفس الفكره بتاع الساندوتش الاولاني، هي برده كل حاجه فريش ما عدا العيش. هو العيش فريش يعني هم بيعملوه هنا، بس ليه بيشد يعني؟ انا مش فاهم ليه بيشد. المفروض ان ده ستيك اند تشيز، بس انا صراحه مش حاسس باي جبنه في الموضوع، مش عارف ليه. المشكله ان الساندوتش ده برد يعني، انا ما قعدتش كتير في الساندوتش الثاني لسه ما خلصتوش، ودخلت على الساندوتش ده والساندوتش ده برد. هي دي برده من الحاجات اللي يعني اللي تضايقك شويه في سوبوي، ان هو الحاجه هم بيسخنوها في المايكرويف هنا قدامك، فبتسخن يا دوب لمده مسافه تاكل ساندوتش واحد يعني، لو هتاكل اتنين انسى التاني ده يبقى سخن، فده بارد. عجبني الكومبينيشن بتاع الساندوتش، لان انت طبعا انت اللي بتختار الكومبينيشن، فبتختار الحاجات اللي انت بتحبها تحطها مع بعض، وفي الاخر يطلع لك الساندوتش اللي انت بتحبه، ودي اكتر حاجه انا شخصيا بحبها في سوبوي. ساندوتش الستيك اند تشيز ده يعتبر ساندوتش غدا عشاء، ما ينفعش تفطر بيه يعني، لو الصبح تحسه مش فطار خالص. بس الستيك ما بيبقاش قطعه كده على بعضها، لا بيبقى مفروم طبعا من كتر ما انا مالي ساندوتش سلطه، فمش عارف ابين لكم اصلا اللحم. بس لو دخلنا جوه عامله زي الشاورما، حطيت على اتنين صوص اسمه ساودن ايلاند، وهو ما فيهوش ولا كاتشب ولا مايونيز، فيه خل وفيه شويه خلطات كده بصل وحاجات زي كده، وما اعرفش انا بجيبه ليه، بس هو ده الطعم اللي انا بحبه. لسه ما تعمقناش في اللحمه بقى، من جبنا طرفها بس، فما محتاجين قطمه كمان. عامله زي الشاورما بالظبط، بس الشاورما بتاعت البيت، فمستخدمين فيها لحمه حقيقيه يعني، فهي دي لحمه حقيقيه مش لحمه شاورما كده، فاهم؟ حاسك انك بتاكل لحمه فعلا بس متقطعه، طعمها قريب جدا من الشاورما يعني، ده رايي. فهي برده كل حاجه فريش وطعمها حلو، والسلطه ساقعه. فهي مشكلتي دايما ان السلطه ساقعه، دي الحاجه اللي انا ما بحبهاش في سابوي. بس كفريش هو العيش فريش واللحمه فريش والسلطه فريش، كل حاجه فريش. مكونات الساندوتش بقى ده العظيم بقى.
هو مثلا ستيك مثلا هو مقطعه حتت 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 لحمه كتير قوي وايه متوزع كده على الساندوتش، ومن تحت الايه السلطه اللي انا طالبها اللي هي الخس والطماطم والبصل والزيتون والخيار. المفروض كان يسخنوه اكتر من كده ان هو طالع ساقع برضو. اللحمه الصراحه دي ريحتها جميله. الساندوتش ده يعني باي فار احلى من اللي قبله بكتير جدا. ده ساندوتش بقى سابوي بقى اللي هو اللحمه بقى، انت جاي تطلب لحمه. تعالوا نجرب بقى ونشوف. ساندوتش تقيل يعني، هو ساندوتش تقيل. ناخد قطمه ثانيه. دي اول مره اجرب فيها تشيز ستيك او الستيك تشيز ده، والصراحه حبيته. ده بيشبع. بي ام تي بتاع الفطار، ده بتاع الغدا، لان هو مليان لحمه. بصيت من جوه هو مليان لحمه، واللحمه شكلها حلو مش مدهنينها يعني. سألتهم ان لو في راسبري كوكي، في دايما كده كوكي هما بيعملوها تطلع احمر كده، فقالوا لي مفيش، فانا خدت الوايت شوكليت كوكي. ما ينفعش تيجي سوبوي تاكل وما تحليش بالكوكي دي، لازم يعني اللي هو اخر مذاق ده بتاخده من سوبوي يعني بيبقى جامد قوي. طبعا الحلويات بتاعتهم هنا هما اللي بيعملوها، فالكوكيز دي هما اللي بيعملوها هنا في المحل، فبتطلع فريش برضه. يعني الكوكي بص هي قطعتها شوكولاته سايحه، في كوكيز تانية تيجي تقطع حاجات تلاقيها بتقطر معاك، فهي واضح ان هي فريش من قبل ما اكلها. كذا حد بيقعد ينصحني يقول لي انت بتعمل فيديو اكل ما تقعدش تاكل ودوق بس، بس بصراحه ما بقدرش. اتكسرت. كوكي هي الست خدتها وسخنتها. هو المفروض يبقى في انواع كتير، من المفروض يبقى في نوعين تقريبا من الكوكي او اكتر، ما كانش في غير هي دي، دي الوحيده اللي كانت موجوده، فانا كنت بحب التانية اللي هي لونها افتح كده شويه. كوكي جميلة، كوكي جميلة قوي وسخنة طرية كلها حنية. انا مش قادر انا كوكي 10 على 10 من جوه بتفرفت، ومن بره تحس ان هي بتمسك شوية كده. فهي الكوكي عبارة عن اكسبيرينس لوحدها، انت بتحس كده بحاجات كتير وانت بتاكلها. هي محشية حاجة لونها ابيض، بس انا مش قادر اجمع ايه ده. ممكن تبقى وايت شوكليت مثلا، مش عارف، مش قادر اجمع ايه ده. لا بس عاش الكوكي. طيب النهارده تجربتي في سابوي ايه؟ تجربه عاديه يعني، انا في العادي دايما باجي باخد نفس التجربه دي، بس النهارده اول مره حوار العيش ده كان مختلف شويه. فانا شخصيا بحب جدا سابوي ايه في حته ان انت بتصنع الساندوتش بتاعك. هم اصلا بيسموا الناس اللي شغاله هنا في المحل ساندوتش ارتست، يعني فنانين الساندوتشات. لكن الساندوتش بتاعك ده عمل فني، وهو بيحط حاجات مع بعض وبيطلعه لك في الاخر عمل فني تاكله يعني. فالخدمه حلوه، الاكل حلو، العيش ما كانش افضل حاجه، بس النهارده يعني اتبسطت بالتجربه هنا في سابوي. هو بالنسبه لي فطار عباره عن ساندوتش فيه لحمه حاجه بسيطه او ما فيهوش، فيه سلطه. انا بحس ان هو هيلثي، هما بيقولوا عليه هيلثي، وانا بحس ان هو هيلثي اللي هو فيه سلطه كتير وحاجات كلها فريش، والعيش مثلا بجيب عيش براون فبرضه يعني احسن من العيش العادي. فكتجربه سريع فريش ما بيشبعش. هو بيشبع طبعا لو انت جبت الكبير خالص يعني، بس بالنسبه لي هو مش غدوه يعني. يعني مثلا ما بيجيش وقت الغدا اقول لاصحابي ايه تعالوا يا جدعان نطلع ايه على سابوي ناكل اكله كده علشان نقفل، مفيش الكلام ده. لكن ممكن تقول لاصحابك مثلا تعالوا ايه نطلع على سابوي ناكل حاجه خفيفه لغايه ما يجي ميعاد الاكل. هو ده الكونسيبت بتاعه بالنسبه لي. المكان كان نظافه، المكان كان نظيف جدا، الناس كانت بتتعامل بابتسامه وكانوا ظراف جدا، ما كانواش شافشين عليا خالص، بالذات ان انا معايا كاميرا. الاكل البي ام تي زي ما الكتاب بيقول ينفع فطار قوي، بالنسبه لي ما عجبنيش قوي، ممكن يعجب ناس تانية. التشيز ستيك ده كان اول مره اجربه، حلو جدا بيشبع. الساندوتش المفضل بالنسبه لي في سابوي هو التشيكن ترياكي، تشيكن ترياكي بالصوص ترياكي، ده بالنسبه لي احلى حاجه في العالم، طول عمري بشتريها. اول مره اجرب اغير حاجه ثاني واجيب حاجه ثانيه. فيا رب يكون الفيديو النهارده عجبكم، وده هيكون اخر فيديو مقارنه بين ثلاث دول. الفيديو اللي جاي هيبقى مقارنه بين مصر والامارات. الفيديو اللي بعده هيبقى اخر فيديو بقى في السيزون كله، سيزون 1، اللي هو بيبقى فيديو مقارنه بين الامارات وانجلترا. فاستنوا الفيديوهات دي. وكده يكون السيزون الاولاني خلص، ان شاء الله السيزون الثاني يبقى حاجه مختلفه تماما. فلو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وكومنت، وتكتبوا تحت في الكومنتس ايه الحاجات اللي انتوا عايزين تشوفوها بقى في السيزون اللي جاي واللي بعده، ايه الافكار اللي انتوا حابينها في الموضوع ده. ولو انت اول مره موجود في القناه ما تنساش تعمل سبسكرايب. نشوفكم الفيديو الجاي. السلام عليكم. شكرا جدا، ونشوفكم الفيديو الجاي. بحبكم والله. هنبدا باول حاجه هو ساندوتش هو بس بصراحه سابوي ناقصه حاجه واحده بس نفسي يعملها، انا مش عارف هو ليه لحد دلوقتي ما عملهاش. هو ان يعمل مع الساندوتش اللي بيعمله والبيبسي اللي بيبيعه بطاطس.